بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عمل واحد يخلصك من اتباع الشهوات والمعاصي. الحقيقة أيها الأحبة، قبل أن نتحدث عن هذا العمل البسيط جدا والذي يحبه الله كثيرا، دعوني أبحث معكم عن الناس الذين يرتكبون المعاصي، من هم؟ يعني كل واحد منا ينظر إلى من حوله، أقربائك، أصدقائك، من حولك، انظر إلى أي الناس الذي يتبع الشهوات كثيرا. يعني تجده مع النساء، تجده يشرب الخمر أحيانا، تجده في الملاهي، تجده يزني، تجده في القمار الميسر. يعني ما هي مواصفات هذا الشخص؟ ستلاحظ أن أول صفة لمن يرتكب المعاصي بكثرة أنه لا يصلي. يستحيل أن تجد إنسانا مدمن على المعصية وبنفس الوقت يحافظ على الصلوات، لا يمكن، عملين متناقضين تماما. لأن الصلاة أيها الأحبة تحتاج إلى طهارة دائمة، يعني من أذان الفجر إلى العشاء فترة طويلة، مثلا قد تصل إلى 17 18 20 ساعة حسب المكان يعني الذي أنت فيه. فترة يعني عمليا كل النهار أنت بحاجة أن تكون طاهرا. المعاصي تفسد الطهارة، مثل الزنا، حتى شرب الخمر. يعني الذي يشرب الخمر 40 يوما لا يقبل الله له صلاة أو عملا حتى. قضية خطيرة أيها الأحبة. طيب، من أين جئنا بهذه المعلومة أيها الأحبة؟ أن نسيان الصلاة والاستهتار بالصلاة وترك الصلاة يؤدي بك إلى اتباع الشهوات من القرآن. الله عز وجل عندما ذكر لنا في كتابه العظيم الأنبياء، ذكر في سورة مريم قصة مريم، أو في البداية قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، ثم قصة مريم وسيدنا المسيح عندما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ثم سرد لنا أسماء الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. هؤلاء الناس، هؤلاء الأنبياء الكرام، كان لديهم صفة السجود عندما يستمع إلى آيات الله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يبكي ويسجد، كثير السجود، كثير البكاء، كثير الخشوع. طيب، هؤلاء خلف من بعدهم خلف، بعد أن توفاهم الله فخلف من بعدهم خلف. ما هي أول جريمة ارتكبها هؤلاء الناس؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا في جهنم. إذن أخي الحبيب انتبه معي، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، كأن إضاعة الصلاة سبب في اتباع الشهوات. يعني الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا إنسان ابتلاه الله بمشاهدة الأفلام الإباحية، ماذا يفعل؟ أنا أقول له حافظ على الصلوات الخمسة على وقتها، لأنها أحب الأعمال إلى الله،
أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. قيام الليل، صلاة التهجد في الليل، السنن، احرص على الطهارة، ستجد نفسك أوتوماتيكيا تكره هذه المناظر الإباحية، يعني نفسك من الداخل ستكره وتنفر منها، وبخاصة إذا أديت الصلاة بخشوعها. الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة ربما يكون أهم من الصلاة، سأقول لكم لماذا. لأن كثير من الناس يصلي مثل ببغاء لا يفهم شيئا، هذه الصلاة تكاد تكون لا فائدة منها. وأنا أعني ما أقول أيها الأحبة، ما الفائدة أن تقرأ وتركع وتسجد ثم تذهب وتغش، ثم تذهب وتزني مثلا، ثم تذهب وتكذب؟ إذن أنت لم تصلي حقيقة. الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة يجب أن تتم بخشوعها. كيف تتم الخشوع؟ من خلال تدبر ما تقرأ. عندما تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في السجود، يجب أن تدرك أن هناك إلها عظيما يراك، فلا تستطيع أن تكذب أو تزور أو تغش أو ترتكب الفاحشة. إله يراك. عندما تقرأ الفاتحة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. طب كيف تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم ثم تنحرف إلى خارج الطريق الذي أراده الله، الطريق المستقيم؟ إذن هنا علاج قوي جدا لمن ابتلي باتباع الشهوات مهما كان نوع هذه الشهوات، وبخاصة شهوة النساء بما حرم الله طبعا، أن يحرص على الصلاة على وقتها بخشوعها، بأذكار الأذكار بعد الصلاة التي كان النبي يقولها. كان يسبح الله 33، يحمد الله الحمد لله 33، يكبر الله الله أكبر 33 بعد كل صلاة. كان يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أجرنا من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدعية كثيرة جدا ثبتت أو صحت عن النبي أنه كان يحافظ عليها بعد الصلوات، بعد الصلوات الخمس: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. أدعية كثيرة أيها الأحبة. فإذا حافظت على هذه الصلوات، حافظت على الطهارة، حافظت على الأذكار، لم يعد لديك وقت لا لأفلام إباحية ولا لشهوات ولا غير ذلك، وستجد أن الله سيذهب عنك هذا الشر، لأنك كل يوم على الأقل 17 مرة، عدد الركعات المفروضة 17، كل يوم 17 مرة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. بالإضافة إلى أنك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم يجب أن تقولها بصدق مع الله، تكون صادقا مع الله عز وجل، وسوف الله يذهب عنك هذه الشهوات. واتبع يعني تذكر هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وتذكر أن الصلاة هي مفتاح كل خير، وترك الصلاة هو مفتاح كل شر. الإنسان الذي لا يصلي أخي الحبيب يسهل عليه أن يعمل أي شيء. الصلاة فرضها الله ليس ليعذبنا أو ليجبرنا على طاعته أو لا، لمصلحتنا. الله غني عن العباد، إن الله لغني عن العالمين، ولكن الله يعلم أن النفس البشرية لا يصلحها إلا الصلاة. لذلك الحفاظ على الصلوات الخمس هو
مفتاح لعلاج اتباع الشهوات والمعاصي والأفلام الإباحية وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا من الشر وأن يعيننا على ترك الشهوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.